بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالبداية بسعادة السفير سفير جمهورية العراق الأخ الأستاذ سمير السميدعي. نرحب بكم جميعا لمشاركتنا في إحياء مناسبة استشهاد السيد شهيد المحراب والسيد عزيز العراق رضوان الله تعالى عليهم. شكرا جزيلا، وأود أن نقرأ سورة الفاتحة. الحقيقة يتضمن برنامجنا اليوم كلمة سماحة السيد عمار الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نجتمع اليوم من أجل إحياء ذكرى شهادة ورحيل عالمين عزيزين من أعلام العلم والجهاد في العراق، هما شهيد المحراب آية الله السيد محمد باقر الحكيم وعزيز العراق حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد العزيز الحكيم رضوان الله تعالى عليهم. إن إحيائنا لهذه الذكرى هي فرصة تتيح لنا الاستفادة من سيرة الرجال الأبذاذ الذين قدموا كل ما يستطيعون من أجل القضايا العادلة التي يؤمنون بها في أشد الظروف، صعوبة في العراق الجديد الذي كان يشهد حين ذاك ولادة حقبة جديدة من تاريخه المعاصر. في مثل هذه المرحلة التأسيسية قاد السيد عبد العزيز الحكيم مشروعنا، فكان من أهم المؤثرين الكبار في كل ما نشهده اليوم من إنجازات في بلدنا العراق. وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان لكل الأخوة الذين حضروا في إحياء هذه الذكرى، وأسأل الله العلي القدير أن يتغمد شهيد المحراب وعزيز العراق وكل شهداء العراق برحمته الواسعة، ويحفظ كل المخلصين لهذا الوطن الحبيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى للإسلام العراقي. شكرا جزيلا، وأود أن أترك الكلمة لسعادة السفير في افتتاح هذا اللقاء الخاص. بصفتي سفير النظام الجديد الذي أسس بعد سقوط وإزالة النظام الصدامي البعثي بني على أكتاف عدد قادة العراق وفي مقدمتها شهيد المحراب والزميل، ممكن أن أقول ذلك، السيد عبد العزيز الحكيم الذي تشرفت في العمل معه في مجلس الحكم، وبالتأكيد فإنهما قد قاما بدور هام في تشكيل النظام السياسي الجديد. حيوي وضروري جدا أن توثق، لأنه تعطينا صورة أكثر متكاملة عن دور أسرة آل الحكيم. طبعا ابتداء من الله يرحمه السيد محسن الحكيم اللي كان علم بارز طبعا، وفضلا عن كونه مرجع في المنطقة، لكن كان دعامة للوضع في العراق، وثم الدور البارز اللي لعبه السيد مهدي الحكيم، ثم طبعا الدور لنقول الانتقالي أو الحساس اللي لعبه السيد الله يرحمه السيد باقر الحكيم، ثم أخيرا الدور المحدد للخصوصية العراقية لما بعد الاحتلال اللي لعبه السيد عزيز الحكيم الله يرحمه. فأنا أقول يجب أن توضع الأمور بسياقها الأكبر والأوضح حتى تصير الصورة متكاملة. الحقيقة يعني بالنسبة للجانب الثقافي اللي تفضلت به، الجانب الثقافي كان مهم جدا وكان هدف من أهداف المرجعية بالعراق. المرجعية بالعراق اللي دعمها سماحة المرحوم السيد محسن الحكيم قبل أن توفى في 1970، أسس قام بعملية تأسيس المكتبات الكبرى في العراق، خاصة مكتبات النجف الرئيسية. وهذه المكتبات جمع لها الكثير من المصادر والمراجع اللي جابها واللي استفادوا منها طلبة الدراسات العليا بشكل خاص في المعاهد الدينية.
الشهيد محمد باقر الحكيم برأيي كان عنده مشروع متكامل، فكان عنده مشروع السياسي من خلال المجلس الأعلى، تأسيس المجلس الأعلى في عام 82، المشروع الحقوقي من خلال المركز الوثائقي لحقوق الإنسان في العراق، وهو المركز اللي يمكن اللي نقل القضية العراقية، يعني جرائم صدام، نقلها إلى الأمم المتحدة وإلى جنيف وإلى منظمة العفو الدولية وإلى بقية المؤسسات الحقوقية العالمية. استشهاد محمد باقر الحكيم حقيقة كان خسارة كبيرة للعراق، وهو من بنات النظام مثل ما تفضل سعادة السفير، من البنات الأساسيين للنظام السياسي الجديد. بسبب عمل والدي كنت أعيش في قضاء يدعى الصويرة جنوب بغداد. في البيت المجاور لنا السيدة فاطمة الحكيم وهي معلمة في الصويرة. بسبب ذلك الحمد لله يعني تولتني هي برعايتها، رغم أنه أنا يعني جذوري ترجع إلى مدينة الموصل. ومن خلال رعايتها إلي كان تأثير كبير على كل مسرى حياتي. في تقديم الاحترام والتقدير لأسرة آل الحكيم التي قدمت على أقل تقدير 60 شهيد من عوائل، من ضحايا النظام البائد، وأنا بدوري أيضا أترحم عليهم وأدعو كل إخواننا دائما أن يحيون هذه الذكرى ونعتبرهم أمثلة وطنية لمجتمعنا العراقي الجديد. شكرا دكتور، شكرا جزيلا. يتفضل ستيرلينج جينسون. أعطي يعني رأي أمريكي إذا ممكن. أنا باحث في كلية مركز الاستراتيجية في جامعة التفاعل الوطني، وأكو قول في الإنجيل من ثمرهم تعرفون نواياهم. وإذا واحد يشوف ويقرأ تاريخ العراق الجديد ويشوف ثمر المجلس الأعلى، يمكن ما استفادوا من كل اللي ما تدحوا، يمكن أحساب أخرى يعني أخذت يعني النتائج أكثر. بس خلال هاي الانتخابات، وإذا ما نشوف يعني ما فعل عبد العزيز الحكيم، كان دائما يريد الآخرين يعني التعدد، مثل عمار الحكيم اليوم دائما يتكلم عن الشراكة الوطنية، ما يتكلم عن بس جهة معينة. وخلال الانتخابات قبل سنة كان عمار الحكيم اللي أخذ هذا الموقف، يعني يجب أن تكون حكومة شراكة وطنية. فهناك شيئين أضافهم عائلة الحكيم للواقع السياسي، ودولة العراق فيها أطياف كثيرة، فلازم التطور للفهم على الأرض وعلى سياسة الأرض كيف نتعامل نبني الدولة. الآن السيد عمار الحكيم يقود اتجاه جديد وهو الشراكة الوطنية، وأعتقد أنه هذا مصطلح كبير ودور كبير للفهم السياسي خلال مسألة على الأقل من بعد السقوط إلى الآن في 8 سنوات تطور مسألة القيادة، مسألة مهمة جدا. بس أنا شوفت شيء مهم جدا والزمن يمضي سريع، هو قضية التعليم. التعليم عندنا في العراق تعليم تعبان جدا. الآن هل يحتاج البلد إلى أن يقفز على هذا؟ بالتأكيد يحتاج. المحاصصة أخذت ونهشت في جسم العراق، الضعف الإداري وعدم الكفاءة أخذت ونهشت في جسم العراق، الفساد نهش كثيرا في العراق. الحقيقة من المهم جدا تكرار مثل هذه الجلسات واللقاءات الثقافية والسياسية لأبناء الجالية العراقية، وخصوصا نحن في واشنطن. الحقيقة تكررت مثل هذه اللقاءات في مكتب المجلس الأعلى في واشنطن، وتابعنا الكثير من الشؤون في هذا المجال، في شؤون الانتخابات، شؤون أوضاع البلد. والآن هذا اليوم الحقيقة نتحدث عن علمان من أعلام العراق الجديد، وهما السيد شهيد المحراب والسيد عزيز العراق رضوان الله تعالى عليهما، لما كرسوه من حياتهم الشريفة في سبيل العراق ومستقبل العراق وبناء العراق الجديد.
ودعا سماحة السيد عمار في كثير من المحافل إلى ضرورة بناء حكومة الشراكة الوطنية، وسعينا بقوة لها مثل هذه التوجه. واقعا هناك نوع من التداخل في بعض الأحاديث التي قد تفهم بأنه هناك خلط ما بين الدولة والدين. لا شك بأن الدستور العراقي وضع حدا فاصلا لمثل هذه الآراء، وأن الدستور العراقي يتميز بركائز مهمة جدا في بناء الدولة العصرية وترام التعاليم الإسلام والقيم الإسلامية، وهذا الحقيقة أمر مفروغ منه في أن العراقيين جميعا يؤكدون على مثل هذه المفاهيم. هذا لا يعني بناء دولة دينية أو ما شابه، إنما الدستور العراقي شخص هناك دولة ديمقراطية موحدة فدرالية إلى آخره. شكرا جزيلا حبيبي. فداك روح يا مولاي، بكم قد أبصرت عيناي، هديت الروح فداك الروح، هديت الروح فداك الروح، فداك الروح يا مولا، بكم قد أبصر مأجور.